السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا من جديد في كورس سي ام اي بارت 1. مكملين مع بعض إن شاء الله في بارت البادجت، بدأنا فيها المرة اللي فاتت واتعلمنا يعني إيه فوركاستنج، وإن إحنا إزاي نعمل فوركاستنج على أساس علمي مدروس. درسنا فوركاستنج تكنيك المرة اللي فاتت، أخدنا التكنيك بتاع الكورليشن والريجريشن، ومعادنا النهاردة إن شاء الله إن إحنا نبدأ نتكلم عن فوركاستنج تكنيك جديد اسمه إيه؟ ليرنينج كيرف. ايه موضوع الليرنينج كيرف ده؟ او بالبلدي كده منحنى التعلم، ده لو عايز تترجمه يعني. الليرنينج كيرف ده عباره عن ان حاجه بتقول لحضرتك ان انت مستوى ادائك بيتحسن كل ما تعيد وتزيد في الحاجه اللي انت بتعملها. يعني تخيل كده النهارده ان حضرتك بتعمل تاسك دي اخذت منك وقت، بكره لما تكرر التاسك دي كمان مره الوقت ده هيقل، صح؟ وبعديها لما تكررها اكتر واكتر هتكتشف ان الوقت اللي انت كنت بتاخده في التاسك كان كبير قوي، وقل بالتدريج علشان حضرتك بتتعلم ازيد واحده واحده. فهمتوا؟ عشان كده سموه ايه؟ ليرنينج كيرف، منحنى التعلم. الليرنينج كيرف ده بيقول لك ايه؟ ان المفروض العامل بيعمل اليونت او بيشتغل في اليونت بتاخد منه مثلا ساعه، الساعه ديت هتبدا تقل كل ما العامل ده يشتغل يونت اكتر. ليه بقى؟ علشان بيكتسب اكسبيرينس او بياخد خبره اكتر في الايه، في الشغل بتاعه، فيبدا ينفذ الايه، التاسك اللي مطلوبه منه اسرع. ده كده المبدا بتاع ايه؟ الليرنينج كيرف. تعالوا بينا كده واحده واحده نشوف الليرنينج كيرف هيتكلم عن ايه. الراجل بيقول لك اهو ليرنينج كيرف اناليسز. ايه بقى الليرنينج كيرف ده؟ فبيقول لك اهو ليرنينج كيرف اناليسز reflect the increased rate، المعدل المتزايد at which people perform task، كل ما الناس تبرفورم التاسك او تنفذ الوظيفه اللي مطلوبه منه بشكل متزايد، زي ايه؟ ها، زي جين اكسبيرينس. يعني اذا معدل الانجاز بتاعه هيزيد كل ما ايه، ما ياخد اكسبيرينس اكتر لانه بيعيد التاسك اللي هو بيعملها. اتفقنا؟ فبيقول لك اهو the time required to perform a given task، الوقت المطلوب منك علشان تخلص تاسك معينه become progressively shorter، كل شويه اما تتقدم فيه الوقت يقل 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 during the early stage of production. يبقى في البدايه ما حضرتك تكون بتنتج صنف جديد او يونتس جديده ما كانش بيتم انتاجها عندك قبل كده في المصنع، هيبدا العمال الاول ياخدوا فيها وقت طويل شويه، وبعد كده كل ما يكرروها اكتر واكتر واكتر يبدا الوقت اللازم لاتمام اليونت دي يقل بالتدريج لان هم بيكتسبوا خبره. وراح جه عمل لك ايه؟ شكل الكيرف الظريف ده، ليرنينج كيرف اهو. سيبك من 80% دي، هشرح لك يعني ايه دلوقتي. الراجل حاطط اهو ادي التاسك بيرفورمد، عدد اليونتس اللي تم انتاجها مثلا، وادي التايم بير تاسك. النهارده اول يونت، اطلع كده فوق معايا شوف، هتلاقي اول يونت اخذت ايه؟ 100. خدت بالك؟ 100 يونت، 100 مينت مثلا، 100 دقيقه مثلا. بص اليونت الثانيه عملت ايه؟ اطلع معايا كده عند اليونت الثانيه، هتلاقي اليونت الثانيه اخذت 80 مثلا دقيقه هنا كده. طيب اليونت الثالثه تقل، اليونت الرابعه، وهكذا. تخيل ان الراجل ده كل ما بيعمل تاسك اكتر كل ما الوقت اللازم لاتمام اليونت الجديده اللي بيحصل له بيقل، لان هو بيتعلم وبيكتسب خبره ومهاره. اتفقنا؟ طيب ايه علاقه ده بقى بالبادجت والفوركاستنج والقصه اللي احنا داخلين فيها دي؟ يعني ليه بندرس الموضوع ده؟ احكي لك. بص بقى دلوقتي حضرتك تخيل معايا كده ان انت بتعمل بادجت للسنه اللي جايه، فبتقول ان انا السنه اللي جايه ان شاء الله هنتج 1000 يونت من المنتج ده. زي ما حضرتك عملت بادجت للكوانتيتي اللي هيتم انتاجها، لازم تعمل بادجت للكوست اللازمه لانتاج الكوانتيتي دي، صح؟ كلام جميل. فهتبدا تقول مثلا والله ال 1000 يونت اللي انا هنتجهم دول محتاجين مني ماتيريال بقد كده، خلاص خلصنا. طيب محتاجين منك ليبر كوست بكام؟ عايز اعرف بقى دلوقتي الليبر كوست اللازمه لاتمام ال 1000 يونت دول. هبدا اشوف اليونت بتاخد كام اورز والريت بير اور كام. اليونت الواحده بتاخد ساعه مثلا، والاجر الساعه 10 دولار، يبقى اذا اليونت الواحده هتاخد معايا 10 دولار. كده انت خلصت البادجت بتاعتك وتمام جدا وزي الفل. حلو قوي. طب وبعدين؟ اللي حضرتك ما تعرفوش دلوقتي ان انت ما اخدتش في اعتبارك ان الوقت اللازم لاتمام اليونت اللي هو الساعه دي هتقل بالتدريج لحد ما تثبت عند ليفل اقل معين، لان العمال كل ما يبداوا يشتغلوا هياخدوا خبره ويبقى وقتهم اسرع في ان هم ينجزوا اليونت دي. فهتبص حضرتك اليونت اللي انت كنت عامل لها بادجت ان هي تاخد ساعه بقت تاخد نص ساعه او ساعه الا ربع، خلينا نقول ساعه الا ربع. طب وده هيكون تاثيره ايه على البادجت؟ اقول لك بقى، هيكون تاثيره على البادجت ان حضرتك مطلع الكوست بير يونت كليبر كوست 10 دولار مثلا بير اور او بير يونت، لان اليونت انت عامل حسابك ان هي بتاخد ساعه.
ولكن الاكتشوال اللي بيحصل ان اليونت دلوقتي بقت بتاخد ساعه الا ربع، وبناء عليه مثلا هتاخد 7.5 دولار، مش هتاخد 10 دولار. طيب ده تاثيره ايه؟ تاثيره ان البادجت دلوقتي بقت بعيده تماما عن الواقع، صح؟ تعالى كده اعمل فاريانس ريبورت ما بين الكوست اللي اوريدي اتصرفت اكتشوالي على الساعه الا ربع وما بين البادجت اللي كانت معموله ان اليونت هتاخد ساعه. هتبص تلاقي في فرق كبير جدا ما بين الاكتشوال كوست وما بين الايه البادجتد كوست. سببه ايه؟ سببه ان اليونت كوست كليبر كوست قلت اكتشوالي، ولكنها كستاندرد بادجت لسه زي ما هي عاليه. فيبان ان الناس دي موفره جدا في حين ان هم مش موفرين ولا حاجه. ده الطبيعي ان الوقت اللازم لاتمام اليونت يقل واحده واحده كل ما العامل ياخد اكسبيرينس اكتر. فهمتوا بقى يا جماعه؟ يبقى احنا دلوقتي بنتعلم الليرنينج كيرف علشان نقدر نعمل فوركاستنج بالوقت او الزمن اللازم لانتاج 1 يونت بعد العامل ما ياخد خبره اكتر ويدبل البرودكشن بتاعه، كل ما يشتغل 2 وبعدين يشتغل كمان 2 عليهم يبقى 4، ثم يشتغل كمان 4 يبقى 8 وهكذا، فتلاقي الوقت اللازم لاتمام اليونت ايه؟ بيقل. اتفقنا؟ طيب دلوقتي مطلوب من حضرتك تقول لي هيقل بنسبه كام في الميه؟ يعني ايه هيقل بنسبه كام في الميه؟ يعني اليونت الثانيه، او بقى مش هقول هيقل بنسبة كام في المية، اليونت التانية هيبقى الزمن اللازم لانتاجها كام في المية من اليونت اللي قبلها. يعني مثلا لو اليونت الاولانية واخدة 100 دقيقة، المية دقيقة دولت المية دول لازمين لانتاج اول يونت. طيب وتاني يونت هتاخد 80% من الوقت بتاع اليونت اللي قبلها، يبقى اذا تاني يونت هتاخد 80 دقيقة. طيب بعد ال 80 دقيقة دولت الوقت اللازم لإنتاج اليونت اللي هيقل بعد كده كام؟ هتاخد ال 80 دقيقة دول تضربهم في 80% يطلع 64 دقيقة وهكذا. يبقى إذن البرسنتج دي بتدل على مستوى التحسن في الوقت بيقل إزاي لما تنتج يونتس أكتر من اللي أنت أنتجتها قبل كده. اتفقنا؟ فهمنا سبب الليرنينج كيرف ايه؟ ان حضرتك لما تعمل فوركاستنج بالليبر كوست بير يونت تاخد في اعتبارك معدل التحسن اللي هيحصل في الزمن اللازم لاتمام اليونت. اتفقنا؟ طيب تعالوا بينا هنا نشوف بيقول ايه. بيقول لك اهو the curve is usually expressed as a percentage of ايه؟ اهو reduced time each unit cumulative production double. تاني the curve المنحنى بتاعنا is usually expressed as a percentage، البرسنتج دي اللي هي 80% دي مثلا. اوكي طيب as a percentage of ايه؟ reduced time الوقت اللي هينخفض each time كل مره، كل مره ايه يحصل cumulative production doubles. نقف كتير بقى يا جماعه عند كلمه doubles دي. double يعني ايه؟ يعني الضعف. يعني لما اجي اقول لك ضعف لي كده العمليه الانتاجيه هقول لك يونت ها ثم 2 يونت ثم 4 ثم 8 ثم ها 16 ثم 32 ثم 64 ثم 128 وهكذا. فهمت يعني ايه دبل؟ ده الترند بتاعنا، ان حضرتك مش هتكتشف او مش هتقدر توصل للبرسنتج بتاعت التحسن الا لما تشوف دبل الورك. اتفقنا يا جماعه؟ اقرا تاني السطر كده بعد ما فهمنا يعني ايه دبل. The curve is usually percentage is a percentage نسبه من ايه؟ of reduced time each unit الوقت اللي هيقل لكل يونت اتش تايم كل مره كيميوليتيف برودكشن دبلز كل مره البرودكشن يحصل له ايه؟ يتضاعف. يبقى انت مش هتحس دلوقتي بتاثير الليرنينج كيرف الا لما البرودكشن يحصل له ايه؟ دبلز يتضاعف. فبيقول لك اهو وين ديتيرمينج لما تيجي تحدد ويزر كيميوليتيف برودكشن دبلز، لما تيجي تتحدد هل البرودكشن بيحصل له تضاعف ولا لا، it is important to look at units produced ومش بس كده as well as a batch numbers. ليه بقى؟ لان في بعض الاحيان في بعض المسائل هيدي لك المساله بالباتش وبعض المسائل هيديها لك باليونتس. تعال الاول نعرف يعني ايه باتش. باتش ده يعني تشغيله او يعني امر شغل طالع بيحتوي على مجموعه يونتس كتيره. يعني هدي لك مثال، مثلا مصنع الادويه لما بيجي ينتج يونت ما بينتجش علبه دواء واحده، لا ده هو بيطلع اوردر بباتش ان انا هنتج 1000 يونت مره واحده، فيبدا يعمل الخلطه بتاعته والمركب الكيميائي والقصه دي كلها ل 1000 يونت مره واحده. فهمت؟ ال 1000 يونت دول اسمهم ايه؟ 1 باتش. اتفقنا؟ يبقى حضرتك كده لما تيجي تشتغل ليرنينج كيرف خلي بالك to look at units produced ومش بس كده كمان تبص على الايه الباتش نمبرز. تعال ناخد مثال على ليرنينج كيرف بيتحسن بنسبه 80%. فبيقول لك اهو a firm produce units in a batch of 100 units and experienced
بتحاول تعرف او اكسبيرينس ان الخبره بتاعتها هتبقى 80% ليرنينج كيرف، ان العمال هيتحسن ادائهم بنسبه كام في الميه؟ 80%. تعال نشوف، ادي بيقول لك اهو باتش 1 2 3 4 5 6 7 8. الباتش الاولاني فيه 100، باتشين يبقى دي كده 200، 3 باتش يبقى دي كده 300، 4 وهكذا. تعال بقى نشوف كوميوليتيف يونت بروديوسد. بص بقى ادي 100، حلو، ضاعف ال 100 اعمل دبل كده هتلاقي ال 100 بقت كام؟ 200. راح مسمي لك جنب ال 200 قال لك ايه؟ ده الفيرست دبل من 100 الى 200. بعد كده 300 مالكش دعوه بيها ولا كانك شايفها. خش على السكند دبل، شفت ال 200 دول ايه اللي هيحصل لهم؟ هيتدبلر وهيبقوا 400، عشان كده بيقول لك ادي السكند دبل من 200 الى 400. بعد كده 500 600 700 مالكش دعوه بيهم خالص، روح على الثيرد دبل هتلاقي الثيرد دبل منين؟ اهو من 400 الى 800، فعشان كده قال لك ثيرد دبل. فروم 400 الى ايه؟ 800. يبقى حضرتك لما هتيجي تشتغل، وهشرح لك ازاي هتشتغل في التيبلز اللي تحت دلوقتي، يبقى كلامك كله هيكون بالايه؟ بالدبل، 100 200 400 800 1600 وهكذا. بيقول لك ان براكتس واقعيا اللي بيحصل ايه؟ ذا موست كومن برسنتج يوزد بتبقى 80%. دايما اعمل حسابك ان انت هتشوف 80% دي كتير قوي. ليه؟ ده الدارج في السوق. طب لو انا خليتها لك 70 عادي، ايه المشكله يعني؟ ما 70 زي 80، هعمل نفس الكالكوليشن بتاعي. اهو بيقول لك هاويفر اون ذا اكزام، في الامتحان خلي بالك، بي بريبيرد، جهز نفسك تو سي فاريتي اوف برسنتج، ان انت هتشوف ايه برسنتج تاني، ممكن 70% 75 ممكن 90 الله اعلم، اتفقنا؟ ولكن انا هنا مثلا لو شرحت لك على 80 فعادي ان انت ممكن تشوف ال 80 كتير قوي. بيقول لك اهو The following tables illustrate this phenomenon. التيبل ده هيشرح لك الظاهرة دي ماشية ازاي. For a product whose first unit took 100 minutes. أول يونت خدت كام؟ 100. ركز بقى معايا. بيقول لك أهو أدي الباتشز 1 2 وبعد كده من 3 ل 4 من 5 ل 8 من 9 ل 16. تعال نشوف. Cumulative unit produced. وركز قوي في كلمة cumulative. Cumulative يعني ها تراكمي. يعني إيه تراكمي؟ طيب. Cumulative units produced 1 2 خش على الدبل اللي بعده 4، الدبل اللي بعده 8، الدبل اللي بعده 16. خدت بالك من عمليه الدبلنج ماشيه ازاي؟ طيب ايه بقى الثلاثه دول؟ ده مثال مره على 70%، خلي بالك دي 70 بس في خطا مطبعي هنا مفيش 4. دي 70% اهو حتى كررك 70%، دي 80%، دي 90%. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده وما بين ده؟ مفيش اي فرق خالص، هو مجرد تغيير الرقم بس. اللي هيحصل هنا هو اللي هيحصل هنا هو اللي هيحصل هنا. طيب تعالوا نركز مع واحد فيهم بس، وليكن مثلا ال 80% واللي بيتم فيه هو اللي بيتم فيهم كلهم. تعالوا نركز مع ابو 80% ده كويس. بص بقى الليرنينج كيرف سهل قوي. اول يونت خدت كام دقيقه؟ 100 دقيقه. كويس اهي اول يونت اخدت 100 دقيقه. اليونت اللي بعدها، او انا اسف مش اليونت، الدبل اللي بعدها لما الاثنين لما ال 1 يونت دي بقوا 2 خدوا كام دقيقه؟ 80. بص عملها ازاي؟ قال لك 100 اللي هي اللي فوق دي في كام في المية؟ في 80%. فبقى الافرج كام هنا؟ 80. ركز بقى معايا علشان مفتاح الموضوع ده وكلمة السر في الليرنينج كيرف كلها انك تفهم معنى الكلمة اللي انا معلم عليها. بص كده بيقول لك ايه؟ الرقم ده اسمه ايه؟ Cumulative Average Time per Unit. ركز معايا بقى. الرقم ده بر يونت، يعني هنا اليونت اخدت 100، هنا اليونت 80، هنا اليونت 64، هنا اليونت 51. ده معنى كلمة ايه؟ بر يونت. يعني ايه بقى كلمة Cumulative Average؟ يعني ايه يا جماعة كلمة Average؟ ركز كده مع نفسك، الافرج اللي انت اخدته زمان في المدرسة. الافرج هو المتوسط. عرفنا برضو يعني ايه؟ يعني مجموعهم على عددهم، صح؟ حضرتك دلوقتي اما بتيجي تحسب افريج الحاجه بتشوف المجموع على العدد فيطلع لك الافريج. نفس الكلام اللي حضرتك هتعمله هنا بالظبط. حضرتك هتعمل ايه؟ ان انت هنا قلت اول يونت خدت 100، ده اسمه المتوسط انتاج اليونت الاولى. طيب والثانيه الافريج بتاعها كام؟ 80. عارف ده معناه ايه؟ ده معناه الاثنين مع بعض كانوا كام؟ ها كانوا 160. صح، 160 لما تيجي تقسمهم على عددهم اللي هم 2 يطلع لك متوسط اليونت الثانيه كام؟ 80. يبقى لما تيجي تقرا رقم 80 ده تقول ايه؟ ده الكميوليتيف افريج بير يونت بعد انتاج 2 يونت. طيب هاخد انا بقى ال 80 دي واعمل كمان دبل، شايف الاثنين هيبقوا ايه؟ 4. هاجي اقول لك اهو شايف ال 80 دي، خد ال 80 هنا اهو اضربها في ال 80% اللي هي نسبه التحسن بتاعتنا يطلع لك كام؟ 64. طب ايه هو تعريف ال 64؟ ده متوسط انتاج اليونت الواحده بعد الوصول الى مستوى 4 يونت من الانتاج. شفت بتتقري كده؟ تاني
اعمل كمان دبل الاربعه دي، خليها 8، انتجت كمان كمان اربعه غير الاربعه الاولانيين، يعني وصلت الى 8 يونت. 8 اهو هتبدا تاخد ال 64 دي اهي في 80%، يطلع مستوى التحسن ان انت وصلت المتوسط كام؟ 51.2. كلام جميل. طيب اقرا لي كده ال 51.2 دي معناها ايه؟ معناها كده ببساطه الوقت، متوسط الوقت اللازم لانتاج اليونت الواحده بعد الوصول الى 8 يونت من الانتاج. تاني كده، متوسط الوقت اللازم لانتاج يونت واحده كيميوليتيف افريج تايم بير يونت واحده بعد الوصول الى ايه؟ مستوى 8 يونت كيميوليتيف برودكشن. طيب اعمل كمان دبل وخلي الثمانية دول انتج عليهم كمان دبل، كمان 8 لحد ما توصل ل 16. هتروح واخد ال 51.2 دي اهي اهي وتضربها في نفس ال 80% مستوى التحسن بتاعتنا، يطلع لك كام؟ 40.96. طيب ما هو ال 40.96 دي؟ اقراها كده. حاضر، هي متوسط الوقت اللازم لانتاج اليونت الواحده بعد الوصول الى مستوى 16 يونت. من فضلك ردد ورايا، الوقت اللازم لانتاج اليونت الواحده بعد الوصول الى مستوى انتاج 16 يونت، صح؟ تاني كده، كيميوليتيف افريج تايم بير يونت افتر بروديوسنج ايه؟ 16 يونت. عرفت الرقم ده اسمه ايه؟ علشان ما تتلخبطش فيه، هو بيتقري كده، اتفقنا؟ مسألتك لما بتيجي تحلها ببساطه بتحط كده اول يونت تاخد كام؟ 100. انت في المساله مدي لك الليرنينج كيرف كام في الميه؟ 80%. تقوم على طول واحد يبقى 100، بعدين تدبل 2 يبقى 100 في 80% في 80، ها 4 الدبل اللي بعده تاخد اللي قبلها 80% في 80 ب 64، وهكذا. ترص الايه الكام كلمه الصغيرين دول او كام الرقم الصغيرين دول وتبدا بقى تشوف المساله عايزه منك ايه. طالما انت وصلت لحد هنا خلاص اعتبر ان انت حليت المساله، الموضوع سهل قوي. تعال نكمل قرايه ونشوف. بس معلش بعد ما نكمل قرايه، انت دلوقتي في سؤال بيدور في ذهنك بيقول لي طب ماشي، هو انا بقى كل ما اعمل دبل كل ما ده هيقل كمان؟ يعني افرض انتجت 32، هروح اخد ال 40.96 اضربها في 80% يطلع لي رقم برضو 32 وحاجه. طب ما انا كده هوصل الى ان الوقت عمال يقل معايا جدا. هقول لك لا، انت بتقف لحد مرحله معينه وتثبت. يعني ايه تثبت؟ يعني خلاص العامل ده مفيش تحسن اكتر من كده، هو العامل خلاص جاب اخره، مش هيتحسن اكتر من كده. حتى انت لو رجعت للكيرف اللي فوق، بص الكيرف نازل 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 نازل، وخدت بالك ان هو في الاخر بدا يستوي شويه وشبه هيثبت على كده ويكمل عدل على طول، صح؟ خلي بالك ده مستحيل ابدا يتقاطع مع محور اكس اللي تحت ده، والا تبقى كارثه، او مش كارثه تبقى معجزه. انت عارف يعني ان ده ينزل 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 لحد ما يخبط في الصفر تايم؟ عارف يعني ايه صفر تايم؟ يعني بقى عنده عفريت صغير كده يشاور العفريت، العفريت يعمل التاسك في ثانيه. لا طبعا، الوقت ده هيفضل يقل يقل لغايه ما هيوصل عند مرحله معينه وهيثبت ويستقيم على كده المنحنى. المنحنى ده عمره ما هيفضل يميل لتحت، اتفقنا يا جماعه؟ طيب تعالوا بينا بقى بعد ما عرفنا يعني ايه كيميوليتيف افريج تايم بير يونت، وعرفنا ان الوقت ده هو الزمن اللازم لانتاج او متوسط الزمن اللازم لانتاج وحده واحده بعد الوصول الى هذا المستوى من الانتاج. تعال نكمل قراءه كده ونشوف ايه اللي بيحصل. The time listed اهو الوقت اللي هو هيقولك عليه ده. The time listed is a cumulative average time per unit column. الكولوم ده او العمود ده اسمه كولوم اهو او عمود، اللي اسمه ايه؟ cumulative average time per unit. اهو cumulative average time per unit. ماله بقى الوقت ده؟ ها is an average of all units produced up to that point. اهي دي الحتة اللي انا عايز اوصلها لك. الوقت ده هو ايه؟ هو ال average time، average of all units produced، هو التايم بتاع متوسط كل اليونتس اللي تم انتاجها up to that point لحد ما وصلت للايه؟ للوقت ده. يعني مثلا 64 دي ايه؟ 64 هو متوسط الوقت اللازم لانتاج يونت واحده بعد ما وصلت لمستوى انتاج 4 يونت. فهمتوا الفكره بتاعته عامله ازاي؟ مهم جدا يا جماعه ان انت تفهم المفهوم ده، ان الرقم ده اسمه ايه؟ cumulative average time per unit. أرجوك لو سمحت تعلم علامة مدورة على كلمة cumulative average time per unit وتبدأ تستنتجها واحدة واحدة على مهلك، واكتبها فوق كده في الحتة الفاضية دي. هو الوقت المتوسط، أنا آسف، متوسط الوقت اللازم لإنتاج وحدة واحدة بعد الوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج. إيه هذا المستوى من الإنتاج؟ هو الدبلز اللي موجود فوق ده، اتفقنا يا جماعة؟ عشان كده بيقول لك نوت ذات ويز 80% learning curve
upon completion of the final batch، الفاينل باتش اللي هو من 9 ل 16 اللي هو ده، بعد خلاص ما upon completion عند الانتهاء او اكمال الفاينل باتش، the average had come down to كام؟ 40.96 minutes. بص كاتب لك ايه؟ بير يونت. يعني اذا ال 40.96 دي عباره عن ايه؟ هو الافريج تايم الكوميوليتيف التراكمي اللازم لانتاج الوحده واحده بعد ما اوصل لمستوى 16 يونت. اتفقنا يا جماعه؟ طيب for it to reach this level، وعلشان حضرتك توصل للليفل ده from ال 51.2، اللي انت خدت بالك انا عشان اوصل لل 40 كنت بشتغل كام؟ 51.2، كان متوسط عندي الانتاج الوحده الواحده هو 51.2 عند مستوى انتاج 8 يونت، وعشان اوصل لل 40.96 دي عملت ايه؟ انتجت كمان 8 زياده، صح؟ هو ده اللي هيقوله لك اهو. for it to reach this level، وعلشان اوصل للليفل ده from ال 51.2 مينت it had reached، انا وصلت لها امتى؟ at the end of the fourth batch، اللي انا كنت واقف عندها في الفورث باتش اللي هو ده، اللي هو الباتش الرابع اللي هو ده. The average of the units in the fifth batch، متوسط اليونتس اللي موجوده في الباتش الخامس اللي هو ده، ماله بقى؟ ها راحت فين؟ راحت فين؟ The average of the units in the fifth batch alone لوحدهم must have been 30.72 minutes. طب جبتها ازاي دي؟ قال لك بص، هو مش انا كان الافريج بتاعي 40.96 لما وصلت للثمانيه الاخرانيين، ركز معايا، الثمانيه الاخرانيين 40.96 صح؟ والثمانيه اللي قبلهم كان المتوسط كام؟ 51.2. طيب يبقى انا دلوقتي لو جبت ايه؟ ال 40.96 الليفل اللي انا وصلت له بعد ما انتجت 16 يونت وضربت في 2، كاني هقسم الرقم ده على باتشين، الثمانيه الاولانيين والثمانيه الثانيين علشان اقدر اضرب في 2 واطرح منهم ال 51.2 دي، فاقدر اقول لك في الحاله دي ان الثمانيه الاخرانيين كان متوسط الواحده كام؟ 30.72. طب ركز انت معايا كده، لما يكون دلوقتي عندك يونتس معينه متوسط انتاجها 51 وبعدين تنتج زيهم بس متوسط انتاجهم 30، فتجمع ال 30 على ال 51 يطلع لك حاجه و80 صح؟ تقسم على 2 يبقى متوسط الاثنين لما جمعتهم مع بعض هي الايه؟ ال 40.96. اتفقنا؟ طيب الموضوع هيبقى هتركز فيه اكتر لما تيجي نحل عليه او تبدا تشوف الحل عليه ماشي ازاي. هناخد عليه دلوقتي تمرينه بسيطه هنا في الاكزامبل ده. بيقول لك اهو with more sophisticated quantitative technique، لما تيجي تشتغل على quantitative technique معقدة اكتر، a more accurate average can be calculated of the units with each batch. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك دلوقتي شغال على حاجة تافهة قوي قوي قوي، مش شغال على sophisticated techniques. في sophisticated technique اللي هي معقدة جدا ودي مش بتدرسها عندك، مش مقررة عليك. في الحالة دي حضرتك هتقدر تعرف اليونتس اللي جوه الباتش دي، يعني اليونت التالتة اليونت الخامسة الكلام ده كله تعرف تحسبها ازاي. عايز يقول لك ايه من السطر ده؟ عايز يقول لك ان حضرتك بتدرس حاجه بسيطه قوي وفي حاجات اكتر من كده معقده بكتير. اتفقنا؟ طيب تعالوا بينا بقى نقرا الزتونه دي. دي كده جلايم عايز يجيب لك من الاخر، ركز معايا عشان لو حضرتك فهمت المربع البسيط ده اعتبر نفسك فهمت الليرنينج كيرف كله. تعال نشوف. بيقول لك ايه؟ CMA candidates، اللي هو مين CMA candidates ده؟ اللي هو حضرتك. CMA candidates need to be alert، تبقى منتبه جدا as to the nature of question being asked، تاخد بالك كويس قوي من السؤال اللي هتتسأله في الامتحان. ايه بقى السؤال؟ السؤال بيجي في شكلين اتنين يا جماعة. الشكل الاولاني اهو sometime، احيانا the question meet ask، ممكن السؤال يسأل في ايه؟ بص السؤال عامل ازاي؟ what is the average time per unit after two units، ما هو المتوسط الوقت اللازم بعد 2 يونت؟ طب سهله، لو انا جيت اطبق هنا على المثال وقلت لك ما هو متوسط الوقت اللازم بعد 2 يونت هتقول لي 80. ليه؟ لان انت قلت 1 تاخد 100، 2 تاخد 100، في 80% يطلع 80. طب لو جيت سالت لك نفس السؤال تاني قلت لك السؤال بيقول ايه؟ اهو وات از ذا افريج تايم بير يونت افتر 4 مينيت افتر 4 يونت، بعد 4 يونت اهو بسيط. ادي عند الاولانيه خدنا 100، عند الثانيه 100 في 80% في 80، عند الرابعه 80% في 64، يبقى الوقت الاجابه بتاعتك ايه؟ 64. طيب ده السؤال الاولاني اهو، بيقول لك اهو وات از ذا افريج تايم بير يونت، ما هو متوسط الوقت اللازم لانتاج اليونت الواحده بعد 2 يونت. ف
from the table on the previous page من التابل اللي فوق ده عندي 80% learning curve اللي هو العمود ده بتاع 80% learning curve ده عايز تقول ايه بقى اهو with an 80% learning curve you can see that ان الانسر او الاجابة كام 80 طيب يبقى لما اجي اقول لك ما هو average time per unit after 2 unit تقول لي على طول 80 طب ما هو average time per unit after 16 unit هتقول لي كام 40.96 سهلة ادي اول سؤال سهل جدا حلو قوي طيب alternatively بديلا لكده بقى sometimes a question بص شكل السؤال التاني بقى هيبقى ايه sometimes a question ask what is the time to produce the second unit بص بقى ده هو عايز الوقت اللازم لايه لحسبة السكند يونت اليونت التانية لوحدها كام طب انا ما اعرفش الا التمانين دي صح التمانين دي ده الوقت اللازم لانتاج اليونت التانية لا اوعى تقول كده ده متوسط انتاج اليونت بعد اتنين يونت طب والحل اجيبها ازاي هو دلوقتي عايز متوسط الوقت اللازم لانتاج اليونت التانية او الرابعة او التامنة وهكذا هيقولك ببساطة شديدة هو 80 اهو مش ده متوسط انتاج اليونت الواحده وانت عايز تعرف بعد 2 يونت بسيطه 80 في 2 80 في 2 بكام يا جماعه ب 160 الاولانيه خدت 100 يبقى الثانيه خدت كام 60 صح اعقلها كده اعقلها مع نفسك دلوقتي انت يونت اخذت منك 100 منت واليونت الثانيه اخذت منك 60 منت يبقى متوسط الواحده كام هتقول لي اجمع واقسم حاضر هقول لك 100 زائد 60 يبقوا 160 على 2 يبقى متوسط الواحده كام 80 اللي هو الرقم ده صح يبقى لما اجي انا هنا اقول لك اهو وات ذا تايم تو برودوس ذا سكند يونت الوقت اللازم لانتاج اليونت الثانيه كام هتقول لي ذا انسر وود بي 60 جبتها ازاي قال لك سينس بما ان الفيرست يونت توك 100 مينت وبما ان الافريج بتاع الاثنين 80 يبقى اذا مجموع الاثنين 160 80 في 2 ب 160 اكتب على دي كده دي 80 في 2 صح؟ ذا سكند يونت في الحاله ديت ماست هاف تيك اونلي كام 60 كلام بديهي لما انا اقول لك متوسط الاثنين ان الواحده بتاخد 80 يبقى 80 في 2 ب 160 بس الاولى اخذت 100 يبقى اكيد الثانيه خدت كام 60 كلام جميل ظريف ما فيهوش اي مشكله فهمتوا بقى الليرنينج كيرف بيحكي عن ايه؟ الليرنينج كيرف ببساطه شديده ممكن يسالك السؤال في شكلين اثنين ما لهمش ثالث الشكل الاولاني يقول لك what is the time what is the average time per unit after producing for unit تقوم انت على طول تكتب الجدول ده 100 في 80% ب 80 80% في 80 ب 64 80 وهكذا هيجي يقول لك after for unit يبقى كام الاجابه 64 طيب اجي اقول لك what is the time needed to produce اليونت الرابعه مثلا تبدا تقول لي طيب هو المتوسط لحد اليونت الرابعه كام 64 تروح قايل 64 في كام في 4 وطارح ما قبلها يدي لك على طول اخر يونت ادت لك اتفقنا موضوع سهل بسيط ما فيهوش مشكله ارجوك لو سمحت تاكد تماما انك فاهم الكلام اللي في المربع ده لو انت فاهم الكلام اللي في المربع ده ولو انت فاهم السطر ده ان الوقت ده هو الافريج تايم اوف اول يونتس بروديوسد اب تو ذات بوينت يبقى حضرتك كده الليرنينج كيرف بالنسبه لك خلص اتفقنا طيب تعالى بقى نشوف الابلكيشن بتاعه التطبيق بتاعه two methods of applying learning curve analysis in continuous طريقتين طريقه الايه الكوميوليتيف افريج تايم ليرنينج موديول وهي دي اللي احنا درسناها فوق اللي هي دي كانت كوميوليتيف افريج تايم بير يونت وفي طريقه جديده هيقول لك عليها دلوقتي اسمها انكريمنتال يونت تايم ليرنينج موديول اتفقنا تعالى الاول اهو بيقول لك ذا كوميوليتيف افريج تايم دي بروجكت ذا ريدكشن ان ذا كوميوليتيف افريج تايم ات تيكس to complete a certain number of tasks وده اللي احنا اتعلمناه هو متوسط الوقت اللازم لانتاج الايه اليونت الجديده او ببساطه شديده انا بشوف على ببص على الريدكشن الانخفاض اللي حصل في انتاج متوسط انتاج اليونتس بعد ما وصل لايه لليفل معين من اليونتس ده اللي احنا درسناه فوق ما فيهوش اي مشكله ايه بقى موضوع الانكريمنتال ده انكريمنتال يعني يا جماعه انكريمنتال يعني تزايدي يعني حاجه هتزيد يعني وقت هيزيد معاك بيقول لك اهو ذا انكريمنتال يونت تايم ليرنينج موديول مالها دي؟ بروجكت ها بتتنبأ بإيه؟ ذا ريدكشن إن ذا إنكريمنتال تايم إت تيك تو كومبليت ذا لاست تاسك، يعني إيه كلمة إنكريمنتال تايم؟ الوقت الزيادة الجديد اللي هتحتاجه اليونت الجديدة، اتفقنا؟ تعال نشوف، ناخد مثال عليهم. مثال أهو على الليرنينج كيرف كومبليتيف أفريج تايم اللي إحنا اتعلمناها والإنكريمنتال الجديدة اللي هقول لك عليها دلوقتي. بص A firm determines that meat units of labor are required to complete one unit of product. ده نفس المثال بتاعنا تقريبا.
اسوم افترض ان في 80% ليرنينج كيرف. ذا فولوينج تيبل الستريت هيوضح لك الديفرنس بين التو ميثود. قول لي بقى، ادي اول حاجه اهو ليرنينج كيرف 80% ات اتش اي، ها دبل، اهم حاجه يكون دبل. ادي عدد اليونتس 1 2 4، الثلاثه دي انا مش شايفها خالص، ها الثلاثه دي انا مش شايفها نهائي، انا بتكلم في الدبلز. طيب كيميوليتيف افريج تايم بير يونت، الاوليه خدت 100، 100 في 80% يبقى 80 صح، 80 في 80% يبقى 64، مالكش دعوه ال 70 دي جت ازاي، مش مقرره عليك اصلا. المهم عرفنا الاكيميوليتيف افريج تايم بير يونت ده جه ازاي، بتاخد 100 تضربها في 80 يدي لك اللي بعدها، وبعدين ال 80 تضربها في 80 وتخش على الدبل اللي بعدها اللي هي من 2 ل 4 على طول. تعالى بقى نبص، ادي الاثنين كولوم دول الطريقه اللي احنا عارفينها كويس، وادي الاثنين يونت دول دول الاثنين كولوم دول دول الطريقه الايه الجديده. تعالى الاول نشوف الطريقه اللي احنا عارفينها. كيميوليتيف افريج تايم، بص 1 في 100 ب 100، 2 في 80 ب 160، 3 في 70 ب 210 بس مالناش دعوه بيها، 4 في 64 بايه؟ ب 256. ده اسمه كيميوليتيف ايه؟ ها؟ توتال تايم، توتال تايم. يبقى ده الوقت اللازم لانتاج وحده، ده اللازم لانتاج اثنين مع بعض، ده الثلاثه مع بعض، ده الاربعه مع بعض. طب لو انا بقى عايز احول التوتال ده ها لايه؟ لبير يونت اهو، تايم سبنت اون موست ريسنت يونت. يعني ايه موست ريسنت يونت؟ اليونت الايه؟ الاحدث الجديده الزياده. اهو الاولانيه خدت 100 صح؟ طيب كلام جميل. الثانيه خدت كام؟ هقول لك ببساطه شديده، 100 ناقص 80 يطلع لك كام؟ 60. اسف لا مش 100 ناقص 80 يطلع لك 60، 100 ها زائد 80 يبقى كام؟ 180 على الاثنين يطلع لك كام؟ 60. مش ده السؤال اللي احنا اتمرنا عليه فوق دلوقتي، وهو ان انا اقول لك ايه هو الوقت اللازم لانتاج اليونت الثانيه، ذا موست ريسنت اليونت الاحدث. طيب تعالى شوف مثلا ال 45 دي جابها ازاي؟ هيجي ببساطه شديده جدا يقول لك ايه 100 زائد 80 يبقى 180 وعليهم كمان 64 وتقسم على 4 يطلع لك كام؟ 45. عرفت الرقم ده اسمه ايه؟ تايم سبنت اون موست ريسنت يونت، الوقت اللي تم انجازه او استهلاكه في احدث يونت. تيجي انت بقى تجرب كده تقول ايه 60 زائد اللي قبلها يبقوا 160 على 2 يبقى الافريج كام؟ 80 صح ولا ايه؟ طيب ده اللي احنا اتعلمناه واتدربنا عليه كويس. تعالى بينا بقى نشوف الايه الانكريمنتال دي. الانكريمنتال دي تزايديه شويه، هيشوف الايه هو الوقت الزياده اللي بيزيد في انتاج يونت جديده. اول كولوم اسمه ايه؟ سم اوف بي، دي علامه السم او الجمع. سم اوف بي بمعنى ان هو هيمسك كولوم بي ده يجمعه، حلو كده، وهيسميه انكريمنتال ايه يونت توتال تايم. هتبص تلاقي اهو 100 كتب ال 100، بعدين 180 يعني قال 100 زائد 80، بعدين 100 زائد 80 زائد 70 250، بعدين 100 زائد 80 زائد 70 زائد 64 يبقى كام؟ 314. كلام جميل. بص بقى هيبدا يعمل ايه؟ العمود ده هيبدا يقول سم اوف، جمع او سم اوف ايه؟ اسم بي على ايه؟ ومسميها افريج تايم سبنت اون ايه؟ موست ريسنت يونت، احدث يونت اخدت كام؟ فهتيجي مثلا تلاقيه بيقول لك اهو اول حاجه 100 على 1 تبقى 100، وبعدين 180 على 2 تبقى 90، وبعدين 250 على 3 تبقى 83، وبعدين 314 على 4 تبقى كام؟ 78. فهمت الطريقه دي شغاله ازاي؟ الطريقه دي بس نادره شويه، ما حدش بيستعملها كتير، نادرا ما هتلاقي عليها اسئله، ما بتجيش في الامتحان كتير، كله بيركز مع طريقه الكيميوليتيف افريج تايم ديول. اهو خلي بالك شايف في نوت اهو سي ام اي كانديديت ويل نوت نيد تو نو هاو تو كالكوليت يونت ويزن باتش، يعني انت مالكش دعوه باليونت اللي جوه الباتش اللي هي الثلاثه دي. You should know how to calculate the learning curve for ايه؟ بص ها 1 2 4 وهكذا 8 16 تشتغل على الايه؟ على الدبل. معلومه مهمه ثانيه هو بيقول لك the difference between the two methods is clear، طبعا الفرق بين الطريقتين في طريقه الكالكوليشن واضح. In this way each calculate total time، في الطريقه اللي كل واحده فيهم بتحسب الايه؟ التوتال تايم. Most CMA questions، معظم الاسئله اللي بتيجي في امتحان السي ام اي have historically used the cumulative average time method، عشان كده بقول لك ركز كويس جدا مع طريقه الايه الكيميوليتيف افريج تايم ميثود. اهو
used the cumulative average time method, and it is often called احيانا بيسموها ايه traditional learning curve module. يبقى لو قال لك traditional تبقى عارف ان هو قصده على طريقه الايه cumulative average time method. اتفقنا؟ تالي كلام سهل ظريف ما فيهوش اي مشكله. اخر حاجه بقى الليميتيشن او العيوب او الانتقادات الموجهه لمين؟ للليرنينج كيرف. بيقول لك اهو the limitation الانتقادات او العيوب of the learning curve in practice في الواقع is a the difficulty صعوبة knowing معرفة ايه بقى the shape of the learning curve. تقدر تقول لي حضرتك هتعرف ان هما بيتحسنوا بنسبة 80% ولا 70 ولا 90 ازاي قبل ما يبدأوا يشتغلوا اصلا؟ شفت بقى مشكلة؟ ده انت محتاج تشوفهم وهم بيشتغلوا وتلاحظ كده اليونت اخدت معاهم وقت كام عشان تبدا تراقبهم وتشوف الوقت بيقل ولا لا علشان تقدر تستنتج نسبه التحسن هل هي 80% ولا 70% ولا 60%. يبقى المشكله هنا هي صعوبه معرفه الايه الشيب بتاع الليرنينج كيرف. الليرنينج كيرف شغال على كام في الميه؟ فبيقول لك اهو there is no question. طبعا مفيش اي اختلاف او مفيش اي سؤال ذات the learning curve effect exist. محدش يقدر ينكر وجوده، هو موجود موجود والناس ادائها بيتحسن مع الايه مع الانتاج كل شويه. But company typically do not know what percentage they should use in calculation. الشركات عموما مش قادرين ما بيقدروش يعرف البرسنتج بتاعت الكالكوليشن until الا اذا حتى ايه after it is too late، الا بعد ما يكون خلاص الناس اشتغلت اصلا. until after it is too late to use the information effectively. يعني حضرتك مضطر تنتظر لحد ما السنة المالية تخلص ومش قادر تفعل الليرنينج كيرف لحد ما تشوف بعينك، او بلاش نقول منتظر السنة المالية تخلص، منتظر شهر يخلص شهرين يخلصوا لحد ما تشوف بعينك الناس بأدائها بيتحسن ازاي، معدل الوقت اللازم لإنتاج اليونت بيقل بنسبة كام في المية بعد ما يشتغل اصلا. طب والحل اعمل ايه؟ انا عايز ابدأ بالليرنينج كيرف مع بداية السنة في البادجت. قال لك as a result of التالي many company بعض شركات كتير simply assume 80% learning curve and make decision based on this result. تلاقي الشركات كلها بيقول لك يا عم احنا لسه هنستناهم لما يشتغلوا، اديني 80% learning curve وخلاص. اتفقنا؟ طبعا بقى على ما يبدا يشتغل بعد كده ويراقب اداء الناس ويشوف هل ال 80% دي دقيقه ولا لا هتكون البادجت خلصت واشتغلنا عليها خلاص. فده من الليميتيشن او من الانتقادات او العيوب الموجهه للليرنينج كيرف. ولكن هو موجود؟ ايوه طبعا موجود، تاثيره موجود، تاثيره موجود، محدش يقدر ينكره. بيساعدك في ان البادجت بتاعتك تبقى واقعيه وقريبه كتير جدا للاداء الفعلي اللي بيحصل. فانت كمان زي ما الناس ادائها هيتحسن وهيخفض الوقت اللازم لانتاج اليونت، انت كمان في الكوست بير يونت عندك ليبر كوست تكلفه عماله، لازم انت كمان تخفض تكلفه العماله زي ما هي هتتخفض في الواقع عشان البادجت بتاعتك تبقى قريبه من الواقع. واما تيجي تعمل تقرير للفاريانس او تحليل الانحراف ما بين البادجت اللي كانت معموله والاكتشوال اللي اتصرف تبقى واقعي تماما في القصه دي. اتفقنا؟ موضوع سهل وبسيط ما فيهوش مشكله من الفوركاستنج تكنيك الظريفه اللي موجوده عندنا. لسه عندنا كمان شويه فوركاستنج تكنيك هنشوفهم بعدين في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. موضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.